بالعودة إلى محلياتنا، تقترب مدينة صيدا من التخلص من معضلة مكب النفايات الذي أنهك المدينة على مدى 40 عاما عبر تحويله إلى منتزه طبيعي. من المكان الأكثر تلوثا في لبنان إلى منتزه طبيعي يعيد الحياة إلى البيئة البحرية والبرية ويشكل متنفسا طبيعيا لعاصمة الجنوب صيدا ومنطقتها. فبعد 40 عاما من المعاناة، تقترب صيدا اليوم من حل المعضلة البيئية المتمثلة بجبل النفايات. إذن تخطو المدينة الخطوة ما قبل الأخيرة من تحقيق حلم الصيدويين في عهد المجلس البلدي الحالي برئاسة محمد السعودي، مدعوما بجهود ومتابعة نائبي المدينة الرئيس فؤاد السنيورة وبهية الحريري، وبهبة من المملكة العربية السعودية قدرها 20 مليون دولار ومبلغ مماثل رصدته الحكومة اللبنانية. إذن انطلقت الأعمال الفعلية بمشروع إعادة تأهيل جبل النفايات جنوب صيدا، والذي من شأنه أن يحول هذا المكب إلى مطمر صحي ومنتزه ترفيهي بعد إنجاز العمل فيه. وبالمناسبة، نظم برنامج الأمم المتحدة UNDP بالتعاون مع بلدية صيدا ووزارة البيئة جولة لممثلي وسائل الأعلام على جبل النفايات لإطلاع الرأي العام على مراحل مشروع إعادة تأهيل مكب النفايات الذي تنفذه شركة سياز الفرنسية مع شركة JCC التي يرأسها جهاد العرب، حيث كان في استقبالهم أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ونائبه واستشاري المشروع، ومحمد بربر مدير المشاريع في شركة جهاد العرب المشرفة على المشروع ومدير شركة جهاز متعهدة مشروع جبل النفايات. استشاري المشروع قدم شرحا مفصلا عن المراحل التي يقطعها مشروع جبل النفايات، وذلك بدءا من استخراج الغاز من النفايات والحفر والردم وفصل النفايات وإزالة المواد الخطيرة وإعادة التعبئة والرص التي تمر بها النفايات في معمل فرز النفايات، وصولا لكي يتم تحويل المكان إلى منتزه ترفيهي. عم نحكي عن 1.5 مليون متر مكعب من النفايات المخلوطة من ردميات ونفايات منزلية. هدفنا انه نفرزهم، بس قبل ما نفرزهم بدنا نشيل الغاز منهم مشان ما نأذي اهل صيدا. نشيل الغاز منهم، نفرزهم، مواد البحص والردميات تنعاز لردم البحر، سحب الغاز مثل ما شفتوا المختبى البلانت او هو المعمل الصغير يلي بيسحب الغاز وبيكرره وبيحبس الغاز الميتين بقلب مكعبات معينه. من بعدها بناخذ النفايات اللي انسحب غازها على معمل الفرز، معمل الفرز بيفرز لي المواد العضويه من المواد الغير العضويه، بياخذ عينات من اثنين وبيجي فيها على هي المختبر اللي وراي لاكد معلومتي، لانه انا اجمالا الخبراء بيعرفوا من النظره اذا كانت مواد عضويه ام لا، بس نحن ما بدنا ناخذ ريسك وناخذ على الخبرة، عم ناخذ بالعينات. هذا المشروع لتحرير صيدا من تأثير هذا الجبل، وهي عملية معقدة، لذا من الضروري اتباع المعايير الدولية. نحن مسرورون للعمل هنا ولدينا الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل. كما جرى تجهيز الموقع بمختبر فرنسي متخصص لمعاينة المواد غير العضوية من النفايات قبل أن يتم طمرها في الحاجز البحري، فيما يتم نقل المواد العضوية لطمرها صحيا عبر هذا المطمر الذي يجري إنشاؤه بالقرب من المكب، ويعمل على حبس المواد العضوية ليتم تخميرها وتحويلها مع الوقت إلى مواد غير عضوية. وفي الختام، توجه الجميع إلى مبنى بلدية صيدا حيث عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز، فلفت إلى أنه أخيرا ستتمكن مدينة صيدا من التخلص من جبل العار جبل النفايات، وسيتم تحويله إلى منتزه ترفيهي ومتنفس لأهالي المدينة. وقال: لقد قطعنا مرحلة متقدمة على خط التخلص من هذه المشكلة. كما ورد كل من نائب رئيس بلدية صيدا إبراهيم لبساط وإدجار شهاب على أسئلة الصحفيين إشارة إلى أن هذا المكب الذي بدأ استعماله منذ العام 1982 يحتوي في الوقت الحاضر على ما يقارب 1.5 مليون متر مكعب من النفايات، ويمتد على حوالي 6 هكتارات. يحتوي المكب على نحو 50 إلى 60% من النفايات الصلبة و35 إلى 40% من النفايات القابلة للتحلل. وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقى في ختام جولته النائب بهية الحريري في ثانوية رفيق الحريري في صيدا، وعرض لها ما قطعه مشروع معالجة المكب من مراحل والمواصفات البيئية الدولية المعتمدة. الحريري نوهت بالمشروع معتبرة أنه إنجاز تاريخي سيخلص المدينة والساحل الجنوبي من عبء بيئي مزمن. والآن